2020 واستقبال السنة الميلادية الجديدة 2021 يأتي في ظروف خاصة وظروف استثنائية موسومة بعدة أحداث وعدة مستجدات، وعلى رأسها كما تعلمون استمرار انتشار وباء كوفيد-19. إذن بالنسبة لولاية أمن وجدة، من خلال البروتوكول التدابير الأمنية المسطر، فأخذنا بعين الاعتبار هذا المستجد، خصوصا بعد صدور قرار السلطات العمومية بمنع الاحتفالات خلال هذا اليوم، وكذلك حظر التجول الليلي ابتداء من الساعة 20 إلى حدود الساعة 6 صباحا. فالإجراءات والتدابير الأمنية المتخذة بطبيعة الحال كانت تتلائم مع هذه المستجدات. إذن كالعادة تم توظيف جميع الموارد البشرية وجميع الموارد اللوجستيكية متوفرة لدى ولاية أمن وجدة. جميع الوحدات الأمنية فهي موظفة بشكل يسمح بالتغطية الأمنية الشاملة والكاملة والفعالة لمدينة وجدة، انطلاقا من السدود القضائية في مداخل المدينة، وذلك من أجل ضبط حركة السير بالسدود القضائية، خصوصا بالنسبة للأشخاص الذين لا يتوفرون على رخص استثنائية للتنقل سواء دخولا إلى مدينة وجدة أو خروجا من مدينة وجدة. بالنسبة لوحدات ديال السير والجولان، كذلك فرقة السير والجولان معبأة بكاملها، أولا من أجل التموقع في مراكز الحيلولة والحؤول دون وقوع حوادث سير خطيرة، ثانيا لتوفير حركة السير قبل الساعة 20، حيث كانت لا تزال السيارات والعربات تجوب شوارع المدينة. بالنسبة كذلك لوحدات الأمن العمومي ووحدات الشرطة القضائية والوحدات المشكلة ونجدات الهيئة الحضرية، فكذلك تم التوزيع ديالها على جميع محاور ونقاط المدينة من أجل توفير هدفين. الهدف الأول الذي هو هدف وقائي من أجل التواجد الأمني المكتف والرامي إلى تعزيز وتقوية الإحساس بالأمن لدى المواطنين من جهة، وكذلك هذا التواجد من شأنه أن يقينا من وقوع سرقات أو اعتداءات. أما فيما يتعلق بمحاربة الجريمة، فكذلك هناك وحدات مختصة في مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، سواء كانت سرقات بالنشل أو سرقات بالخطف أو سرقات موصوفة. ثم هناك تطبيق أو تنزيل قرارات صادرة عن السلطات العمومية والمتعلقة بمنع التجمعات ومنع الاحتفالات وكذلك منع التجول الليلي. إذن عموما جميع الشرطيين بدون استثناء التابعين لمنطقة أمن وجدة فهم معبؤون وموظفون حتى تمر هذه الليلة، لكي نقول احتفالات رأس السنة مادام الاحتفالات ممنوعة، حتى تمر هذه السنة في نهاية هذا اليوم نهاية السنة الميلادية في أحسن الأحوال، دون وقوع سرقات، دون وقوع اعتداءات، ودون وقوع أي حادث من شأنه تعكير صفو هذه الليلة.